يعني ايه؟ هياخد قرار زي ده وينفذه من نفسه كده؟ وطلب تجهيز غرفة العمليات وبعت لدكتور التخدير. مش ممكن، دي عملية قلب مفتوح يا صفوت. هو فاكر نفسه هيشيل زي ده؟ بعد اذنك يا دكتورة، انا بخلي مسؤوليتي من الكارثة اللي هتحصل دي. الراجل ده لو راح في ايده كلنا هنروح وراه. انا من رأيي يا دكتورة ان سعادتك تتحركي بسرعة وتعملي اتصالاتك مع كافة السادة المسؤولين وتعرضي عليهم الموقف كله، وإلا ممكن يحصل. وعلى ايه القلق ده كله يا جماعة؟ والحل في ايدينا وعلى الابواب. تقصد ايه يا ياسر؟ الوحيد اللي يقدر يرفع عننا الحرج ويفصل في الازمة دي هو مساعد الوزير، والراجل قدامه 5 دقايق ويكون في الريسبشن. برافو عليك يا ياسر، تعت عني ازاي دي؟ فعلا دكتور نبيل هو الوحيد اللي يقدر يدي الاوكي لسليمان او يسحب منه الحالة. اجري يا مصطفى بسرعة شوف دكتور سليمان بيعمل ايه وبلغني بكل خطوة بيخطيها. مساء الخير دكتور سليمان. بشحمه ولحمه وكرافطته كمان. حرام عليك يا دكتور، معقول تسيبنا الوقت ده كله في ظروف زي دي؟ حضرتك عليها هانم حرم معالي الوزير. أيوة أنا. مش ممكن، وأنا اللي كنت بقول لنفسي إن أنا راجل محظوظ علشان معايا زوجة حريصة جدا على جمالها ورشاقتها وشكلها الرقيق. الزمن بيكبر وهي ما بتكبرش. أتاري الوزراء في البلد دي واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجة حتى الستات. مرسي على ذوقك يا دكتور، بس انا كنت قلقانه طبعا ومتوتره، وقلبك في رجليكي، والود ودك انك تاخدي معالي الوزير على دراعك وتطيري بيه على احسن مستشفى في لندن، صح؟ ونعم الوفاء والاخلاص والاصل الطيب يا هانم، اللي زي حضرتك دلوقتي بقول للاسف قليلين قوي. والعصفوره الجميله دي بنت حضرتك طبعا. ايوه هايدي. اهلا انس هايدي، ما شاء الله ملاك والله. سامحيني يا هانم، انا فعلا اتاخرت عليكم كتير قوي، بس غصب عني. اعمل ايه، انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئه ضاعت مني بعد قصه حب كبيره قوي. بس بصراحه انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفائلت جدا واتطمنت على حاله معالي الوزير. طب واحنا ايه علاقتنا بحاله بابي؟ ازاي بقى، في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضو؟ علشان كده أنا هاخدكم دلوقتي حالا تبصوا على بابي 5 دقايق بس، أولا علشان تطمنوا عليه بنفسكم، وثانيا علشان نديله ابتسامة رقيقة حنينة من الوش اللي زي القمر ده. هو ده بيرفكت. أراهن إن الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية. عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظنا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليه. هانم حضرتك خديها قاعدة عامة، مفيش جراح قلب في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه ويفتح أوضة العمليات، ولا حتى يقبل انه يجرحه بمشرط صغير قد كده. بيحاول انه هو ساعتها يعفيه من اي ألم، بيقول خلاص كفاية عليه لحد كده، لانه بيكون يأس من حالته. إنما إحنا ما شاء الله عريسنا جامد وزي الفل وقلبه يستحمل أي حاجة. الحمد لله على السلامة يا فندم، الدنيا منورة والله. إزيك يا دكتورة؟ بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي. ايه كبرتوا ولا استغنيتوا عن خدمات الوزارة؟ يا خبر ابيض، ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك. طمنيني، اخبار الوضع ايه؟ احسن الدنيا مقلوبة، ومكتب رئيس الوزراء كل شوية اتصل عايز معلومة جديدة. خير يا فندم ان شاء الله، الازمة استقرت والوضع احسن بكتير. ربنا يستر. اتفضل سيادتك. وهي الحالة فين دلوقتي؟ في العناية يا فندم، على ما سعادتك تشرب قهوتك اكون بعت للدكتور سليمان. لا يا دكتورة من فضلك، بلغ الدكتور سليمان يرفع ايده من الحاله فورا. ازاي يا فندم؟ امال ليه؟ احنا رتبنا كل حاجه، من حسن الحظ ان البروفيسور بيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الامم المتحده، واكتشفنا من ساعتين بس ان الوفد رجع من غيره لانه قرر ياخد 2 يومين سياحه، وهو دوت اللي اخرني عنكم. طب البروفيسور بيتر فين؟ جاي في الطريق. يا ريت تبلغي حد من الدكاتره يكون في استقباله تحت. هنعمل ايه؟
ما احنا عندنا اساتذه كبار مش قادرين يتحملوا المسؤوليه. اكيد حضرتك فهماني طبعا. فاهمه يا فندم. عايز كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت واي ريبورت انكتب يكون معايا قبل ما ادخل الرعايه. حاضر. دكتورة يا شهناز. دكتورة يا دكتورة أنا هنا هو. أنت فين يا بني آدم؟ ده وقت تختفي فيه. اختفي يا دكتورة؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح وحضرتك مش راضية ترد عليا. أنا كنت عايز أقول خلاص خلاص تروح تشيك على الرعاية بسرعة، مش عايزة غلطة واحدة فيها. دكتور نبيل عاوز يشوف الحالة بنفسه وتبعت لي ريبورتس والتحاليل كلها لحد ما أشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان. الله، واقف ليه يا بني آدم؟ ما تتحرك. عيت يا دكتورة؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح عشان أبلغ حضرتك إن الدكتور سليمان جهز غرفة العمليات وخدر الحالة. ده قلت إيه؟ بقول لحضرتك. يا نهار أسود، أنت بتتكلمي جد؟ أنت يعني؟ طب وهي فين دلوقتي؟ أوه ماي جاد. أوكي أوكي خلاص، أنا هحاول أتصرف. خلاص بقى بليز اقفلي، I have no time. يلا باي. في يا موني اللي حصل؟ جوجو بتقولي ان مامي سابتهم في شرم ورجعت النهارده زمانها في الطريق. حرام عليك يا بنتي خضتيني. طب ودي فيها ايه يعني؟ فيها كارثه يا بنتي، ده انا سايبه بلاوي مسيحه في اوضتي، لو مامي رجعت وشافتها هتبقى مصيبه. بلاوي زي ايه يعني؟ يا جوجو بعدين اقول لك، هو ده وقته دلوقتي؟ انا لازم اتصرف بسرعه. المهم يا جوجو ام سو سوري، انا مضطره بس اخد عربيتك ساعه واحده، هروح اظبط الدنيا في البيت وارجع لك على طول. اوكي مش مهم العربيه، المهم هتسيبيني هنا لوحدي. طب بصي احنا نروح مع بعض. نروح ازاي يا شهد؟ نروح ازاي؟ ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ انت فاكره ان الراجل دوت لو بعت لك وما لقاكيش هيرضى يقابلك تاني؟ بلس انا كده او كده ما كنتش داخله معاكي اصلا. هاتي بقى يا شوشو، مفيش وقت. دي مهزلة ومش ممكن تحصل في أي حتة في الدنيا. هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصية اللي تحت إيده، ولا خلاص عامل نفسه مش واخد باله؟ أنا بقول سعادتك تكلمه. أنا مش هكلمه يا دكتور ولا عايز أشوفه أساساً. هو مش لسه مخدر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور. يعني لو دمه مش أقل من ساعة على ما يفكر يبتدي. لو دخل العمليات بشرفي بشرفي لقدم استقالتي. معقولة يا فاطمة؟ يعني 6 سنين تعليمي وسنة امتياز مدخلتيش عمليات خالص؟ يعني رجلك ما اتكعبلتش حتى في سيزاريان في لوز يا ستي؟ والله أبداً يا دكتور، المرة الوحيدة اللي دخلت فيها سيكشن تشريح وقفت 3 ساعات وما شفتش غير ظهر واحدة زميلتي. طبعاً أكيد، يعني هتشوفي إيه لما هم موقفين الدفعة كلها على جثة واحدة، البنات بتزق في بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي. والله حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالظبط. عارف طبعا، عارف كل حاجة، وعارف كمان ان انت جواكي حكيم شاطر، وعلشان كده انا بعتلك. ها بالنسبة للأعصاب تمام ولا هتقعي من طولك ونسيب الحالة ونتلخم فيك انت؟ هو حضرتك تقصد؟ ايوه يا ست بطة، اقصد هتحضري معايا العملية دي واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن سنين الكلية كلها. انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليك ويبارك فيك ويكرمك ويه. ايه ده ايه ده كل الشحاته دي؟ يلا بقى علشان تغيري هدومك وتتعقمي. ها اغير رايي ولا ايه؟ لا 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 حاضر حاضر.